الأهم اللي عندنا هو توفير البنزين اللي يباع ب 450 دينار، اللي يمثل الأعم الأغلب من الاستهلاك للمواطنين لأصحاب المركبات. هذا البنزين اللي يشكل 82% من الاستهلاك اليوم. أحسنت. هذا البنزين إنتاج المصافي الوطني بشكل كامل، بكامل، يضاف له الكميات المستوردة تنخلط معها وينتج الانتاج النهائي للبنزين الذي يباع ب 450 دينار. ايش قد الكلفه للتر؟ كلفه البنزين اللي يباع ب 450 دينار في استيراد، يعني عام 2023 عندما كنا نستورد 14 15 مليون لتر يوميا، تصل كلفه البنزين بحدود ال 1000 دينار. اللي يباع ب 450 دينار، 450 دينار الان كلفته 1000 دينار؟ الان يعني بحدود حدود ال 800، لان بعد ما انه كربلاء دخل حيز الخدمه، والان احنا ننتظر المصافي الشمال انه ايضا ينتج البنزين المنتجات النهائيه. فالكلفه مالته تصل الى 850 دينار، 850. احنا الان جاي نستورد 7 مليون لتر يوميا، مو يعني احنا بعد ما اشتغل مصفى كربلاء بحدود من 7.5 الى 8 ملايين لتر يوميا نستورد، من 7.5 الى 8 مليون لتر، باقي انتاج محلي. بعد ما يشتغل ان شاء الله حنستورد 4 مليون. 4 مليون زين. بعد عمليه رفع الاسعار فيما يتعلق بالمحسن والسوبر، ايش قد حتقل خسائركم طالما هناك دعم؟ لكن عملية الدعم تقلصت هذه الفجوة ما بين الكلفة وما بين البيع، ايش قد حتقل خسائركم؟ يعني هو الدعم هسه راح يروح باتجاه المفاصل الضرورية، اللي هو راح يروح للمواطنين اللي دخلهم متعلق بالوقود. سائق التاكسي، انا جاي اقول على البنزين الممتاز اللي يباع ب 450 دينار، فاحنا راح نركز بالدعم على هذا المنتج وكذلك منتج زيت الغاز. اما المنتج البنزين الممتاز، عفوا المحسن والسوبر، هو يستهدف اصحاب المركبات الحديثه. هذا واضح مع يعني اختلاف وجهات النظر فيما يخص هذه النقطه، على اعتبار يقول لك في ذروه الصيف حتى ابو السايب هم يضطر حتى يشغل تبريد يروح يزور المحسن. بس هو سيدي الكريم، احنا هذا الكلام تقوله صح، بس الدوله ايش قد جاي تدعم المشتقات النفطيه. تمام.